بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ماذا عندكم بعد ذلك؟ تمام صبر. هنا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل يجب أن يكون. نعم ولا يصح إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. يوجد الآن هنا قال إلا عندكم بعد ذلك يأتي المتن إلا بترك التأويل. هذا ولا يصح إلا بترك التأويل، لكن هنا إذ كان أين جواب؟ إذ كان أين خبر كان؟ أين خبر كان؟ أين خبر كان؟ هذا نسخة أخرى. ولا يصح. حال القراءة. يا ذي الصلاة. عظيم الصلاة. صلاة صادقين. لا يوجد. حتى هنا. لمن اعتبرها منهم. ولا يصح. يعني هذا أحسن، أما هنا يوجد دقيقة فقط. ها الطحاوية. حتى هنا يوجد نقص. إذ كان أين خبر كان؟ مثلا سقط في بعض النسخ المتن قلت في سقوطها وجهة النظر لأن وجودها يضيع معنى قولهم إذ كانت تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية، والمعنى على حسبها أن تأويل الرؤية هو ترك تأويلها وتأويل أي معنى يضاف إلى الرؤية. تمام. إذ كان تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. هذا الخبر. هذا ساقط ويجب أن يكون موجودا. أين ها؟ نعم. أين موجود هذا الكلام؟ إلا سيدي هذا استثناء من قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية. تمام. إذ كان تمام، والمعنى على حذفها أن تأويل الرؤية هو ترك تأويلها. نعم. إذن
نرجع الآن إلى العبارة. المعتزلة ينكرون الرؤية. طيب نحن نقول نؤمن بالرؤية، ولكن إذا كنت تؤمن بالرؤية ثم بعد ذلك تعتبرها بوهم أو تؤولها بفهم، أنت لست مؤمنا بالرؤية. ولو قلت بلسانك أنا أؤمن، الحقيقة أنت لست مؤمنا. لا لا لا، لست مؤمنا بالرؤية، لست مؤمنا بالرؤية. لذلك قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام يعني الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤيا يعني يجب أن يكون تأويل الرؤيا ترك التأويل. نعم، الآن سيشرح. أولا سيبين معنى دار السلام ولماذا سمي ذلك، ثم نتكلم ما هو الفهم وما هو الوهم. نعم، قال أراد بدار السلام الجنة. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. وفي تسميتها بدار السلام وجهان، أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأضيفت إليه تعظيما لها، يعني دار الله هي دار الله، أضيفت له تعظيما له. وثانيهما أنها سميت بدار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات والعيوب. نحن الآن في الدنيا عندنا نقائص، عندنا عيوب، عندنا أمراض، عندنا كذا. في الجنة لا يوجد، الإنسان يكون سالما، لذلك سميت دار السلام لأنه لا يوجد نقص نعم وعيوب. إذن لأن من دخلها سلم من الآفات والعيوب والنقائص التي تحدث في دار الدنيا، فيكون معناها دار السلامة. نعم، يقول ويحتمل في وجه التسمية بها وجه آخر، وهو أن كثرة السلام في الجنة سميت دار السلام، السلام عليكم السلام عليكم دائما. نعم، وهو أن أهل الجنة لكثرة ما يسلمون فيها سميت بها. قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأيضا الملائكة يسلمون عليهم، قال الله تعالى يعني تقول الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها. تمام، الآن نرجع إلى المتن. يقول وإنما لا يصح الإيمان بالرؤيا لمن اعتبر طبعا الاعتبار هو القياس. نعم، لمن اعتبر الرؤية بوهم، قاسها بالوهم. يا إخواننا ما هي الوهمية؟ الوهمية هي أحد، قلنا يوجد حواس باطنة خمسة، هي الحس المشترك والخيال والمتصرفة والوهمية والحافظة. هذه حواس خمسة تقابل الحواس الظاهرة. طيب ما هي الوهمية؟ الوهمية شأنها تتبع المحسوسات ثم قياس الغائبات عليها. انتبه مولانا، يعني الوهم يتبع ما يرى ويظن أن كل شيء هو كما يرى. لذلك نحن لما قال مثلا المجسمة والوهابية عندما يقولون كل شيء موجود في جهة فيجب أن يكون الله في جهة، هذا ما الذي قاله لهم؟ عقلهم أو وهمهم؟ هذا الوهم، لأن الوهم يدرك الجزئيات لا يعرف المعنى الكلي. انتبه الآن، يعني مثلا الوهم أنا رأيت هذا، أعرف هذا بمشخصاته، هذا بمشخصاته، هذا بمشخصاته، هذه اسمها جزئيات. انتبه مولانا، لذلك يقول وإنما لا يصح الإيمان بالرؤيا لمن اعتبر الرؤية بوهم، لأن الوهم إنما يقع على موهوم هو جزئي، يعني
يعني الرؤية كلي، رؤية زيد جزئي، رؤية عمر جزئي، رؤية هذا السقف جزئي، رؤية الكتاب جزئي. انتبه الآن، الوهم يقع على موهوم جزئي على الكتاب. انظر الآن، يقول هو جزئي تنطبع صورته في الحواس. انتبه الآن، ما الفرق بين الكلي والجزئي؟ الكلي مثلا معنى رؤية، هذا كلي، أما رؤيتي لك جزئي، رؤيتي لهذا كلي. يعني طبعا هذا يجب أن نرجع، إذا يعني ما ذكرنا ما هو الكلي وما هو الجزئي. الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومي من وقوع الشركة. فانتبه الآن، ما الفرق بين طاولة وهذه الطاولة؟ كلي الطاولة، كلي طاولة. هذه الطاولة جزئي. ما الفرق بين إنسان وبين زيد؟ نعم، إذن هذا. فالجزئي، لاحظ مولانا، الجزئيات، الرؤية كلي، الجزئي ما هو؟ رؤية شيء بعينه. فالآن انتبه الآن، أنا رأيت السماء ورأيت الأرض ورأيت المصباح ورأيت كذا، فلو قست أنا بوهمي أن رؤية الله مثل هذه الرؤية، هل يجوز؟ لا يجوز. هذا إذن لا تصح الرؤية لمن اعتبرها بوهم. يعني أخذ الجزئيات التي رآها وقاس رؤية الله على هذه الجزئيات، لا تصح. فهمتم مولانا؟ أنا رأيت كل شيء، كل شيء له رؤية مختلفة عن غيره. يعني الآن أنا عندما أراك مشخصا بهذه العمامة وهذه النظارة وهذا الجبة وكذا، عندما أراه بشكل آخر، الآخر أراه بلباس آخر وهكذا، تمام؟ هذه إدراك جزئيات، جزئيات. حتى الحيوان يدرك هذه الجزئيات. لذلك انتبه الآن، مثلا الحصان أو الفرس إذا رأى غريبا ينفر منه، إذا رأى صاحبه يأتي إليه. إذن ميز هو بين هذا وهذا، تمام؟ فجميع الجزئيات التي رأيتها أنت في الدنيا، جميع الجزئيات، الله ليس كمثله شيء. لا يجوز أن تقول رؤية الله تكون مثل هذا، مثل هذا، مثل هذا، تمام؟ لأن يقول لك الجزء ماذا ينطبع في عينك؟ تنطبع الصورة. الله ليس له صورة، فلا يجوز لك هذا القياس. نعم، لذلك يقول لأن الوهم إنما يقع على موهوم هو جزئي تنطبع صورته في الحواس، لأن الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد. اسمع هنا مولانا، رؤية أو إنسان لا يحتاج إلى مادة. مفهوم إنسان حيوان ناطق لا يحتاج إلى مادة لأنه مفهوم، هذا سنتكلم عنه الآن في الفهم بعد قليل. ولكن الجزئيات مستحيل أن توجد جزئية بدون مادة. الآن معنى إنسان، مفهوم إنسان لا يحتاج إلى مادة، أما زيد لابد من تشخصاته، من جسمه وعمامته ونظارته لابد. إدراك الجزئيات لابد له من المادة، لا يدرك بدون مواده. واضح مولانا هذا الكلام أو ليس كثيرا؟ تمام، نعم. لذلك قال لأن الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد، تمام. مفهوم طاولة، طاولة، مفهوم طاولة هي كذا، أما هذه الطاولة لا تدرك إلا بمشخصاتها،
بطولها وعرضها وارتفاعها ولونها إلى آخره. تمام مولانا؟ نعم. وذلك في حق الله تعالى محال. أن يكون له صورة؟ أن يكون له صورة؟ لأن ما هو؟ أنا رأيت جزئيات فتوهمت أن الله مثل هذه الجزئيات، له مادة من المواد، له طول، له عرض، له عمق، له شكل. يجوز هذا؟ لا يجوز. واضح أسيادنا؟ نعم. وذلك في حق الله تعالى محال. ذلك ما هو؟ المواد. نعم. فمن جوز الرؤية بهذا المعنى فقد أبطلها. إذا أنت تؤمن بالرؤية هكذا، أنت لا تؤمن بالرؤية، ليست هكذا. أنت تؤمن بشيء آخر ليس برؤية الله تعالى. نعم. فقد أبطلها ولم يؤمن بها. نعم. وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم، لأن الفهم، انتبه مولانا انتبه هنا، ضع حتى نفهم العبارة، لأن الفهم حتى نعور الضمائر، لأن الفهم للشيء ليس نقصها، لا يوجد نقص، لكن أنت ضع لأن الفهم للشيء، الفهم لأي شيء يعني. نعم. يكون بتأمل العقل. انتبه مولانا، أنا قالوا لي مثلا القلب، أنا لا أعرف القلب، أعرف هذا يوجد شيء اسمه قلب. كيف أعرف ماهية القلب؟ أدرسه، أتأمل فيه، فتحصل ماهيته في الذهن، أكون فهمته. ما هو الفهم؟ قالوا لك مثلا أنت عندما تدرس في المدرسة فيزياء كيمياء تسمع مثلا عن الماء. ما هو الماء؟ تريد أن تفهم ما هو الماء، فأنت تأملت فيه وجدته أكسجين وهيدروجين مثلا. الآن بعد أن هذا حصلت ماهيته أين؟ في الذهن. هذا اسمه فهم. طيب من يعرف ماهية الله؟ أصلا الله لا يسأل عنه بالماهية، كما قال إمام التفتزاني، لأن ما يسأل به عن الجنس، يقتضي المجانسة ثم يقتضي الفصل فيكون مركبا، والله عز وجل ليس مركبا، التركيب وليس جنسا. طبعا ليس جنسا. لماذا؟ لأن الجنس يحتاج إلى فصل يفصله. لو كان الله تعالى مؤلفا من جنس وفصل كان مركبا. نعم. اسمع الآن، وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم، لأن الفهم يكون بتأمل العقل، يعني الفهم للشيء يكون بتأمل العقل بحصول ماهيته، يعني ماهية الشيء فيه في العقل. طيب الآن افهم، هات افهم معنى الرؤية لله. أنا الآن مولانا أريد أن أفهم معنى رؤيتي للشيخ النائم. نعم. الشيخ عبد الكريم. كريم أو عبد الكريم؟ كريم. كريم. إيه. فأنا الآن أستطيع أن أفهم. أقول هو اتصال مثلا شعاع بسبب المقابلة، أو أستطيع أن أصور هذه الرؤية في ذهني، أستطيع أن أفهمها. طيب كيف نستطيع أن نفهم شيء نحن ما أدركناه؟ انظر ماذا يقول. وفهم المعنى الذي يضاف إلى الربوبية
لا سبيل للعقل إلى دركه. هذا يكون لذلك لما أحد الناس سأل الإمام الغزالي قال له كيف سمع موسى كلام الله؟ قال هذا لا سبيل إلى تفهيمه. تمام؟ لأنك أنت عندما تسألني عن كيفية شيء يجب أن يكون الشيء موجود. تقول كيف الماء؟ أقول اشرب تعرف كيف الماء. يجب أن يكون يوجد مثله أو يوجد شيء يماثله، أقول هذا مثل هذا. أما إذا لا يوجد شيء، لا هو موجود لك ولا مثله، كيف يمكن تفهيم هذا؟ فيقول، فقال له الإمام الغزالي لا يعرف ماذا، كيف حصل الأمر لموسى، لا يعرف إلا الله وموسى. فلذلك أنت عندما ترى الله تعالى تفهم. لا هذا مستحيل، هذا مستحيل، انتهينا منه. هذا مستحيل، انتهينا منه. نعم. هل يصح السؤال كيف في جانب كلام الله؟ هو ليس له كيفية، الكيفية منفية. لكن ما هو المقصود هنا؟ ما هو المقصود هنا؟ لا يقصد أن الله سمع كلام الله بكيفية، بلا كيفية، لا الرؤية بكيفية ولا السمع برمي. السائل قصد أن يفهم، قصد أن يفهم، فقال لا سبيل إلى تفهيمه لأنه لا يوجد مثله. والآن رؤية الله تعالى لا يوجد مثلها، فلا سبيل إلى تفهيمها. فلذلك من أراد أن يعتبرها بوهم شبه رؤية الله برؤية المخلوقات، تمام؟ ومن أراد أن يفهمها لا سبيل إلى فهمها. يلا دخل حتى يغلق الباب. ماذا يوجد عندكم؟ كرة قدم؟ العشاء الآن. يعني أستاذ الله جل جلاله في الدنيا والجنة والجهنم كل مكان ممكن يرى ولكن لا إذن له. نعم سيدي. خلاص. الله جل جلاله يجوز، لأن الله لا في مكان. فالإنسان هو الذي يكون في الدنيا أو في الجنة أو في النار. الإنسان هو الذي يكون. فلا يعني إذا كانت الرؤية في الجنة، الآن أراد الله أن تكون رؤية المؤمنين له في الجنة، بل يوجد رؤية أخرى في الموقف ليس في الجنة، لكن لا خارج الجنة. لا لا ما فيه ما لا خارج الجنة. خارج الجنة يعني فقط الرؤية ليس خارجه. لا لا لا، في الموقف خارج الجنة، قبل الجنة، في المحشر. في المحشر يوجد الله عز وجل يتجلى لعباده فيراه. المحشر لك يا أخي، أرجوكم أرجوكم، أصلا الجنة مكان. اسمع يا سيدي، أرجوكم، إذا قلنا الله يرى الناس يروا في الجنة، هم في الجنة ليس هو في الجنة. عندما نقول الله يراه أهل الموقف، هم في الموقف ليس هو في الموقف. ولذلك الشيخ زين العابدين في ذهنه كيف يجوز أن يرى في الدنيا؟ طيب إذا الله يرى في الجنة كيف يرى في الدنيا؟ يا سيدي الناس في الجنة، أما الله ليس في الجنة. والناس في الدنيا يجوز أن، لو لا يجوز أن يرى في الدنيا موسى ما سأله. اسمع، موسى ليس جاهلا. اسمع سيدي، موسى سأل الله أن يريه ذاته في الدنيا،
بل محمد عليه الصلاة والسلام رأى الله في الدنيا خرج من العالم. طيب يا صديقي ما في مشكلة، جيد، ما في مشكلة، نحن نريد أن نتعلم ناخش. صاحب الجوهرة يقول للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت، يعني ثبتت الرؤيا في الدنيا. يا أسيادنا، ما هي الدنيا؟ هل الدنيا مكان أو زمان؟ اختلف العلماء. قبل الآخرة. يا سيدي، ما هي الدنيا؟ هل هي مكان أو هي الآن الجنة الآن الموجودة في الدنيا أو في الآخرة؟ الدنيا. الجنة والنار الآن في الدنيا أو في الآخرة؟ موجود زمانا ليس مكانا. وتحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الدنيا مقام الآخرة. إذن يا سيدي، الدنيا زمان، تمام، تنتهي الدنيا تبدأ الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر له أن يدخل الجنة ويرى الله، يعني فيما مضى في المعراج، هذا لو ثبت، هذا ثبت في الدنيا ليس في الآخرة، ثبت في الدنيا ليس في الآخرة. خرج من ماذا؟ قل لي، خرج من ماذا؟ من القدس، من المكة، ولا ذهب إلى القدس. نعم طبعا. صعد يعني إلى السماء، إلى الجنة، إلى العرش، إلى حيث شاء الله. نعم. فلو رأى الله تعالى في هذا، يوجد خلاف بين الصحابة تعرفون، والراجح أنه رآه، أنه رآه، خلافا للسيدة عائشة. ونعم الراجح أنهم رأوه. المهم لو ثبت أنه رآه في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا، لأن الدنيا، ما معنى الدنيا؟ الدنيا قبل الآخرة، هذه الحياة قبل القيامة، بعد القيامة تبدأ الآخرة. شيخنا، نحن في اللغة التركية ذكرتمونا فيما قبل، نحن نتكلم ونستخدم الدنيا عن الأرض. طبعا أصلا لو الآن أنت خرجت إلى الجنة ودخلت الجنة أنت في الدنيا. الدنيا والآخرة، تمام. فيا سيدي لا فرق، لأن الله ليس له مكان. فلو كنت أنت هنا في الدنيا وأراد الله أن يتجلى أصلا، تمام، هل الجبل رأى الله؟ نعم، هذا بنص القرآن. يا شيخ، بعد القيامة هذا المكان صار آخرة. اصبر، هذا موضوع آخر. سؤال، هل الجبل رأى الله؟ بإجماع المفسرين تجلى، لم يرى، بمعنى رأى. طبعا رأى، تؤمن أنت بالشيخ أبي منصور الماتريدي؟ الحمد لله أنك تؤمن بالإمام أبي منصور الماتريدي. تدريس إلكسير البداية. تمام. يلا ده. نعم، من يريد أن يأتي إلي ويرى؟ تعال. أنا من رأيي
ولأن الله تعالى أخبر أنه تجلى للجبل. ما هو التجلي للجبل؟ وهو عبارة عن خلق الحياة والعلم والرؤيا في الجبل، نص عليه الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى، فيدل على جواز الرؤيا. هذا كتاب البداية في أصول الدين للصابون. والله ما تريدي أيضا هذا. نعم طيب، طبعا آمنا. فيا سيدي، بالنسبة يا شيخ زين العابدين، بالنسبة الله ليس في مكان، فلا فرق بعد ذلك أن يكون الرائي في أي مكان، في الجنة في النار، في الجنة يجوز، في الجنة في النار لو أراد يجوز عقلا، ما في مشكلة، يجوز في الدنيا، يجوز في كل مكان، لأن الله ليس في هذا المكان، أنت في هذا المكان وترى الله لا في مكان، كما أن الله الآن يرانا وهو الآن يرى الله عز وجل الجنة، يرى النار، يرى الأرض، وهو ليس في جهة لا من الجنة ولا، وهكذا. فإذا لا نظن عندما نقول الله يرى في الجنة، نعم يرى في الجنة، أن الله في الجنة، حاشا، نحن أو المؤمنون يكونون في الجنة. حجاب علينا، حجاب علينا، على أعيننا، يعني هذا هو، لا يوجد حجاب حسي، الحجاب هو أن الله ما خلق الرؤية، هذا هو الحجاب، الحجاب أن الله ما خلق الرؤية. نعم. قال: وفهم المعنى الذي يضاف إلى الربوبية لا سبيل للعقل إلى دركه، إذ هو يعني كل المعاني، إذ هو يعني المعنى الذي يضاف إلى الربوبية محار العقول، يعني لو الإنسان أراد أن يفهم، افهم الآن أنت كيف يخلق الله، كيف يوجد من العدم، مثل طالب سألني، اصبر، سألني أحد الطلاب، كنا نتكلم لا يوجد في الإسلام شيء يخالف العقل خصوصا في القرآن، فقال لا يوجد في القرآن شيء يخالف، قل لا يوجد، قال كيف موسى يضرب الحجر يخرج منهما وما كثير، مع أن الحجر هكذا ولا يوجد حولهما لا هنا ولا هنا ولا كذا، قل تمام، الله لما خلق هذا العالم من أين خلقه؟ من العدم، فالله أخرج الماء من العدم، أنا أقول لك الماء كان في الحجر ثم أخرجه الله، ما كان يوجد ماء في الحجر، الله كما أوجد كل شيء من العدم الآن خلق الله الماء من العدم، قلت يا أخي غير معقول، ما يوجد ماء، لو قلنا تحته أرض نقول خرج من الأرض الماء، لكن حجر لا يوجد حول، هذا غير معقول، قلت لك إذن وجودك غير معقول. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، صفر، اصبر اصبر مولانا، اصبر دقيقة حتى فقط أنهي الفكرة التي أتكلم فيها، أنسيتني، قل اسأل. إيه؟ يعني قلت قبل قليل لا نعرف كيف يخلق الله، مثلا ما تريدية يقولون الله يخلق بالقدرة بالتكوين، والأشعري بالقدرة يخلق، يعني إلا يحتاج أن يخلق الصفة، يعني يحتاج الصفة أن يخلق، لا لا لا، لأن هذه الصفات، هذه الصفات واجبة، لماذا؟ لأن الإله هو إله بهذه الصفات، لأن انتبه الآن، ما رأيك بفقيه بدون فقه؟ اسمه فقيه، فقيه لكن ما عنده فقه، تمام، كيف إله؟
بدون قدرة وإرادة وعلم، هو إله بهذه الصفات، فلا يكون بدون الصفات ثم يوجدها. هو الإله، إله بهذه الصفات، ليس هو احتاج فأوجد صفة أو ما، أعوذ بالله. هي عند قدرته أزلية، ما خلق لنفسه قدرة يوجد بها، هذا كله صفات ثبتت لله نثبتها. لو ما ثبت في القرآن من خلق الكون نقول هذا الكون إلهه أو خالقه لابد أن يكون عالما قادر إلى آخره. نعم، أم نحن هل يعني هو ماذا يقول هنا؟ إذ هو ما هو يعني المعنى الذي يضاف إلى الربوبية؟ محار العقول، يعني شيء تتحير فيه العقول. فكيف يفهم؟ كيف تفهم الرؤية وأنت كل معنى يضاف إلى الله أنت لا تفهمه؟ لما تعرف لماذا لا تفهمه؟ لأنك أنت تفهم ما هو يماثلك، تفهم ما هو يماثلك. يوجد أمور الله عز وجل علمه أزلي ويعلم كل شيء سيحدث دون أن يحدث له علم، كيف يكون هذا هكذا؟ لكن نحن لا نفهم. نعم، إذ هو محار العقول تحيرت في بيداء الألوهية. بيداء يعني صحراء. لماذا سماها صحراء؟ لأن الإنسان أين يضيع؟ في الصحراء يضيع. أنت هنا في بيرن باشا لا تضيع، يوجد من تسأله، أما مثلا في الصحراء وحدك في الصحراء. قال الإنسان إذا بحث عن المعاني التي تضاف إلى الألوهية عقله يضيع كأنه في الصحراء. نعم، لذلك دائما اذكروا كلمة أكابر العلماء، يقول إذ العجز عن الإدراك إدراك، لأنك لو أدركت هذا يكون مثلك. لا يفهم من هذا الكلام أن ديننا ليس دينا عقليا لا نفهم. اسمع، نحن بالعقل أدركنا وجود الإله وصفاته وثبوت النبوة بالعقل، لكن تريد أن تعرف معنى الإله، هذا الذي لا تستطيع. نحن نستطيع أن نثبت وجود الإله وأنه خالقنا وأنه متصف بهذه الصفات، أما لا نعرف فوق ذلك، لا تعرف الإله. فلا عندما نقول نحن لا نفهم معاني الربوبية يقول إذن والله دينكم ليس دينا، أنتم نؤمنوا بشيء ونحن لا نفهم. أعوذ بالله، نحن يوجد شيء لابد أن نفهمه فهما كاملا. نحن لا نمشي وراء عقيدة ونحن عميان أبدا. وجود الإله ثابت بالعقل ثبوتا تاما، ثبوت النبوة ثابتة بالعقل ثبوتا تاما، ثبوت القرآن ثابت بالعقل ثبوتا تاما. لكن هذا العقل الذي خلقه لنا الله سبحانه وتعالى تحت مستوى فهم حقيقة الإله. يا شيخ، الوجود يعني الصفة نفسية زائدة على الذات أليس؟ لا 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 لا، يقال النفسية زائدة على الذات، يقال علم يعني مثل ماذا؟ الصفة مثل العلم والقدرة النفسية. نعم مثل القدرة. لا 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 لا، النفسية يعني الوجود. الله ما وراء الوجود. سيدي سيدي سيدي، النفسية هي تقصد الذاتية أنت، الصفات الذاتية يا مولانا. الصفة النفسية عند جمهور الأشاعرة هي الوجود، والوجود
ليس وراء الموجود، عين الموجود. أما إذا تقصد العلم والقدرة والإرادة، نعم صفات فقط الوجود صفة نفسية. نعم تعال تعال شيخ الإسلام، تعال إلى هنا، تعال. ها الآن هذا إنسان وله علم، لو ذهب علمه يبقى هو؟ يبقى، تمام. لكن وجوده، لو ذهب وجوده يبقى؟ إذن الوصف بالوجود هو وصف بالذات. إذن ذات الله يعني يلزم، يعني الوصف، الوصف وصف الله بالوجود ليس زائدا على ذاته فقط. أما العلم القدرة، ها الذات قائمه يعني محتاج إلى الوجود، الذات فقط ذات الله يعني. كيف محتاج إلى الوجود؟ يعني الوجود ليس زائدا على الذات. عندما نقول إذا ذهب صفة الوجود ذهب الله، لا تمام تمام تمام، انتبه مولانا. فلذلك طبعا هذا بحث فلسفي طويل، المذاهب فيه أربعة: أن الوجود زائد على الموجود في القديم والحادث، هذا مذهب. أن الوجود هو عين الموجود في القديم وفي الحادث. الثالث: أن الوجود عين الموجود في القديم وزائد في الحادث. الرابع: أن الوجود عين الموجود في الحادث وزائد في القديم. هذه أربعة مذاهب والكلام فيها طويل، والتحقيق والله تعالى أعلم أن الوجود عين الموجود. قال صاحب الجوهرة: وجود شيء عينه، وجود شيء عينه. نحن ننتقل من مسألة إلى مسألة. الله كله علم، يقال هل يقال كله سميع كله بصر؟ ذات الله. اصبروا اصبروا يا إخواننا، اصبروا اصبروا علينا. يعني أنتم كل سؤال هذا يحتاج إلى فتح، يعني فتح باب طويل حقيقة حقيقة. وانتبهوا، نحن الآن الذي يعتمده أهل السنة أن الصفات ليست عين الذات وليست غير الذات، وهي زائدة على الذات طبعا، إلا الوجود. القدرة زائدة على الذات، العلم، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، كله زائد على الذات. الحياة زائدة على الذات، تمام؟ هذا المعتمد. الوجود وجود شيء عينه، تمام مولانا؟ طيب، فقط نريد حتى لا نقف في مكان غير جيد، نريد أن نقف في مكان جيد. نعم، إذ هو محار العقول، تحيرت في بيداء الألوهية أنظار العقل وآراؤه، وأرتجت، أغلقت يعني، وأرتجت دون إدراكه طرق الفكر وأنحاؤه. فلذلك قال: لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل وهما وفهما. يعني لا تؤول لا وهما ولا فهما، ولزوم التسليم في كيفية الرؤيا. طبعا التسليم في كيفية الرؤيا هو نفي الكيفية، التسليم في كيفية الرؤيا هو لا نقول يوجد كيفية والله أعلم بها، لا، بلا كيف، كل العلماء يقولون بلا كيف. فهذه كلمة خطيرة يجب أن تفهم على وجهها، لزوم التسليم في كيفية الرؤية. لا لا لا، لزوم التسليم في كيفية الرؤية، يعني لا نقول يوجد لها كيف، لا يوجد لها كيف. نعم، لأن الربوبية، لاحظ، منزهة عن الماهية، هذا بالنسبة للفهم التي يدركها العقل. هذا انتبه، منزهة عن، لأن الماهية
تحتاج أن تدرك الماهية في ذهنك. من يعرف حقيقة الله؟ نعم. والكيفية يعني ومنزهة عن الكيفية والكمية المدركة بالوهم. لاحظ، الوهم يدرك كيفية كمية، طويل قصير، أبيض حار بارد إلى آخره. نعم. قوله إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين، يعني التسليم دينهم. يقول هذا إلا استثناء عن قوله لا يصح الإيمان إلا بترك التأويل، بمعنى لا يصح الإيمان إلا بترك التأويل في كيفية الرؤية. لاحظ، لكن هنا ترك التأويل الذي يؤدي إلى نفي الرؤية. نعم. ولزوم التسليم فيها، لاحظ الآن، ولهذا لما أولت المعتزلة وقالوا بأن الرؤية لا تحصل إلا بمقابلة الرائي والمرئي مع عدم البعد والقرب المفرطين واتصال الشعاع، فقد أحالوا الرؤية، يعني قالوا مستحيل لأن الله ليس قريب ولا بعيد ولا كذا. فلو سكتوا عن التأويل وآمنوا بأصل الرؤية لما وقعوا في الإنكار. نعم. ودين الأنبياء ترك التأويل ولزوم التسليم. قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. يا سيدي، متى نسلم؟ نحن الآن لما رأينا خلقه في أنفسنا وكذا، وجاءنا الرسول وتيقنا وجود الإله، بعد ذلك نسلم. أرجع أؤكد على هذا حتى لا يظن من يسمع كلامنا نحن نسلم يعني نتبع الإسلام بدون عقل. لا يا سيدي، كل العقائد ثابتة بالعقل، بعد ذلك تفصيلاتها لا يعلمها إلا بهذا نسلم. نعم. وقال الله تعالى في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فوجب علينا الاقتداء بهم والاهتداء بطريقهم، فمن أعرض عن طريقهم فقد مال عن الحق بسفهه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأكثر الأنبياء دعوا الأمم إلى اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن اسمعوا مولانا، عندنا بعض الوقت. نعم شيخ فرع، عندك بعض الوقت؟ ما في مشكلة. يلا. المعتزلة نفوا الرؤية للتنزيه، والمجسم جسموا. نعم، الآن سنفسر هذا، انتبه الآن. نفوا الرؤية بقصد التنزيه، وأولئك شبهوا من أجل إثبات الرؤية، لذلك يقول: ومن لم يتوقع النفي مثل المعتزلة والتشبيه مثل المجسمة زل ولم يصب التنزيه. يعني كلاهما، الذي نفى والذي شبه، ماذا كان قصده؟ التنزيه. انتبه انتبه، المعتزلة قال: نحن ننفي الرؤية، ننزه الله أن يكون جسما أو كذا أو كذا، ننزه الله. يقول: تنفي أنت، ما أصبت التنزيه، أنت ضللت. ويقول للمجسمة: أنتم لماذا جسمتم وقلتم الله له صورة؟ قالوا: نريد أن نثبت الرؤية، نريد أن نثبت من أجل إثبات الكتاب والسنة، الله يرى لابد أن يكون جسما. يقول لهم الإمام: أنا أتعجب كيف الوهابية يعني يحبون الطحاوية، كيف يؤولون هذا الكلام؟ والله شيء عجيب. لكن عندما يشرحونها يحرفونها تحريفا كاملا. شيخنا، أنا وجدت إنسان نظم الطحاوية، نظم شعر منهم، والله أضاف أبياتا ما لا يوجد أبدا، لا يوجد معناه هنا أبدا. أحسن شيء
اقرأوا مقدمة الشيخ سعيد فودة شرح الطحاوية في كتاب كبير. في المقدمة يرد على هؤلاء يقول: أنتم تدعون كلاما ليس صريحا وليس تلميحا وليس لازما لكلام الطحاوي، من أين جئتم به؟ للوهابية يقول يعني. نعم. فيقول الآن: من لم يتوقع النفي، يبتعد عن، اتقي كذا، ابتعد. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أقول نحن نفعل هذا لننزه الله. نعم. أي من لم يجتنب نفي الرؤية التي أثبتها الشرع، ولم يجتنب التشبيه الذي هو خلاف العقل والنقل، زل عن الحق ووقع في الباطل، ولم يصب التنزيه الذي يطلبه بنفي الرؤية وإثبات التشبيه، كما هو مذهب المعتزلة والمشبهة. فالحاصل الآن، هذا كلام عن المعتزلة والمجسمة، يقول: فالحاصل أن المعتزلة نفوا رؤية الله بزعم أنهم ينزهون ذات الله عن أن يرى كما ترى الأجسام، والمجسمة يثبتون رؤية الله كرؤية الأجسام، وإلا يلزم منه التعطيل. عندهم يقولون: لو الله ليس جسما أعطلنا الرؤية، لا يرى إلا الجسم، فلو ما قلنا الله جسم عطلنا الرؤية. فعندهم انظر إلى هذه الكلمة: فإن ما لا يكون محسوسا عندهم لا يكون موجودا. عندهم غير محسوس غير موجود. فنزه الله تعالى عن التعطيل بإثبات التشبيه في الرؤية. فأراد الطحاوي رحمه الله نفي هذين المذهبين، فقال: من أراد التنزيه بنفي الرؤية أو إثبات التشبيه فقد زل عن الطريق الحق ولم يصب التنزيه الذي طلبه فخاب سعيه. وأشار إلى الدليل على هذا بقوله، اسمع الآن الرد على المعتزلة الذين ينفون الصفات: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. لاحظ هنا إثبات الشيء الذي نفاه المعتزلة. ثم بعد في الصفحة الأخرى انظر ماذا يقول: ليس في معناه أحد من البرية. هذا الرد على المشبهة. لاحظوا بهذا الكلام الإمام الطحاوي بهذه العبارة الصغيرة يرد على الفريقين. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، نفس المعنى، وكونه مرئيا من صفات الكمال، لأن المجوز للرؤية كونه موجودا، وكل موجود لا تمتنع رؤيته، فلو قلنا بامتناع الرؤية يلزم منه نفي الوجود وإثبات العدم، تعالى الله عن ذلك. فالمعتزلة بنفي الرؤية لإرادة التنزيه وقعوا في أمر باطل ولم يصيبوا ما طلبوا. وكذا كون صفاته غير مشابهة لصفات الأنام من الكمال، فإنه الواحد القهار بديع السماوات والأرض، كيف تكون صفات خلقه مشابهة لصفاته؟ وفيما ذكره المجسم من إثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته برؤية الأجسام إثبات نقص في ذاته وصفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم أخطأوا فيما زعموا أنهم أرادوا بإثبات التشبيه نفي التعطيل. وإلى نفي مذهب المشبه أشار بقوله: ليس في معناه، يعني رؤيته ليست كرؤية الناس والمخلوقات، ليس في معناه أحد من البرية من المخلوقات. فلا يتوهم في رؤية الله مثل ما يتوهم في رؤية المخلوقات من المحاذات واتصال الشعاع، إنما يراه أهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما عرفوه في الدنيا بلا كيفية ولا إحاطة. فإنه تعالى فرد منزه عن جميع جهات التركيب، فإن كل مركب مفتقر إلى الصورة. لو كان الله جسم أو صورة لا بد من التركيب، لا بد. نعم. فإن كل مركب مفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر ممكن، وكل ممكن حادث، فلا يكون فردا قيوما،
فثبت أن الواجب الفرد الواحد في ذاته لا يكون في حيز ولا في جهة. ولهذا قال تعالى الله، يلا ننهي بسرعة إن شاء الله هذا البحث ونصل إلى الإسراء والمعراج، يلا اصبروا علينا، فقط قراءة ممكن؟ إيه. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. عضو، هذا عضو، تمام؟ مثلا أنا أكتب، هذا اسمه عضو. الأدوات القلم، فالله عندما يخلق لا يحتاج لا إلى أعضاء ولا يحتاج إلى أدوات. يعني أنا لا أستطيع أن أكتب بدون قلم، الله لا يحتاج إلى أدوات وإلى، نعم. إذ الحد، اسمع، تعالى أولا عن الحدود، نعم. إذ الحد وصف المحدود، اسمع الآن، أقول هذا حد الطاولة، هنا لاحظ الطاولة مقهورة الآن، تعرف، لأن لا تستطيع أن توجد هنا لأن هذا حدها، فهي مقهورة تحت الحد. عندما إن كان حسي أو معنوي، عندما أقول لك حدك، مثلا أنت نائب المدير، حدك إلى هنا، ليس لك أكثر من هذا. حدك، أنت أستاذ، أنت لا تعطي إذن للطالب، المدير يعطي، حدك إلى هنا، فكل شيء محدود مقهور، هذا معنوي، يوجد حسي، نعم. إذ الحد وصف المحدود وهو المحصور المقهور تحت قهر الحد، إن كان حسيا أو معنويا. والله وهو قهار قهار، فلا يكون محدودا. والغاية عبارة عن النهاية، والأركان والأعضاء صفات الأجسام، والأدوات آلات الأجسام، والقديم سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف كلها، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أما كل المبتدعات في جهات، فوق تحت كلها، الله لا تحويه الجهات. لا أعرف كيف يؤولون هذه، كيف تؤول معهم هذه، نعم، لأنه تعالى نفى أن يكون مثلا لشيء، لقول تعالى ليس كمثل شيء. وفي إثبات الجهة والتحيز إثبات للمماثلة للأجسام، كل جسم متحيز، طيب الله ليس كمثل شيء، يجب أن لا يكون متحيزا. وفي وصفه بالجهات، لو وصفنا الله بالجهات، قول بإحاطتها له، مثلا أنا الآن في الأمام محصور أنا، نعم. وفي القول بالمكان إثبات الحاجة إلى المكان، وفي كل ذلك إيجاب حدوثه، نعم، وإزالة قدمه. والجهات والأمكنة من أجزاء العالم، يعني إذن الله في العالم، لو كان في جهة هو في داخل العالم، نعم. وفي كل ذلك، نعم، والجهات والأمكنة من أجزاء العالم، وهو مستغن عن العالم. كيف لا يكون مستغنيا؟ أصلا كان الله ولا عالم، كان الله بدون عالم، فكيف لا يكون مستغنيا عنه؟ ولأن الجهات الست محدثة، وهي أوصاف، أوصاف، يعني الجهات وصف، نقول هذا فوق العالم، هذا يمين العالم، هذا شمال العالم، نعم. وهي أوصاف للعالم المحدث، والله قديم، كان الله ولا مكان ولا حين ولا زمان، كان الله ولم يكن معه شيء. فالله تعالى في الأزل ما كان في الجهات، لعدم الجهات، في الأزل لا يوجد جهات، فلو يصير في الجهات بعد إحداثها لتغير، يعني كان الله بدون جهات ثم أصبح في الجهات، مثل الذي يقول الله على العرش، أقول له العرش مخلوق، يقول طبعا مخلوق، إذن كان الله بدون عرش ثم أصبح فوق العرش لتغير عما كان عليه وانتقل. والتغير والانتقال من أمارات الحدوث، تعالى الله عن ذلك. الآن بقي الآيات المتشابهة، مذهب السلف والخلف، وقد تمسك المجسمة بظواهر النصوص، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده، تمسكوا بهذه الظواهر. ومذهب السلف، لاحظها، أن نصدقها. قلت لكم ثلاثة أمور،
نؤمن، نفوض المعنى، ننزه. انظر ماذا يقول: أن نصدقها ونفوض تأويلها إلى الله تعالى مع التنزيه عن التشبيه. هذه الثلاثة. نعم. ولا نشتغل بتأويلية، بل نعتقد أن ما أراد الله تعالى بها حق. وهذه الطريقة اختارها الطحاوي رحمه الله. ومذهب الخلف أن نؤولها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته، ولا نقطع، لا نجزم، ولا نقطع بأنه مراد الله لعدم دليل يوجب القطع على المراد. وقالوا المراد بقوله تعالى مثلا الخلف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي ليس ذاته في السماء والأرض، ألوهيته، حكمه، سلطانه. نعم، ثبوت ألوهيته فيهما. تمام. ثبوت لا ثبوت. لماذا لا ثبوت؟ دقيقة. المراد ثبوت لا ثبوت، أليس خطأ هذا؟ لا، في نسختنا أي ثبوت الألوهية فيهما لا ثبوت ذاته. لماذا لا ثبوت يا شيخنا؟ لا يوجد لها وجه. المراد، المراد مبتدأ لا ثبوت ذاته. لك يا صديقي، يا صديقي، يا صديقي، اصبر. تمام. عندما تقول العالم قديم لا حادث، أو العالم حادث لا قديم، الأرض متحركة لا ثابتة، هذه لا عطف. يعني ما هو الموجب؟ هات أروني الموجب للنصب. ليست هذه لا نافية للجنس؟ ليست هذه نافية للجنس؟ هذه حرف عطف. لا تجاملوني، يوجد خطأ قولوا. المراد ثبوت الألوهية لا ثبوت ذاته. طبعا. كيف وقع في نفس الخطأ في النسختين؟ والله لا أعرف. لا لا، يمكن أنا مخطئ، أرجوكم. ها أنا أتكلم أمامكم، إذا يوجد نسختان ومحققان وعالمان، أنا أخطئ نفسي إذا أثبتتم ذلك. عطف عطف كذا لا كذا. تمام. ماذا تقول؟ زيد عالم لا جاهل. تمام. لا ثبوت ذاته، كما يقال، يعني الله إله في السماء وفي الأرض، ليس ذاته، سلطانه. كما يقال فلان سلطان في العرب والعجم، يعني سلطانه، ليس فلان هو موجود هنا وهناك، كيف شخص موجود هنا وهناك. وبقوله وهو القاهر فوق عبادي، الفوقية من حيث القهر والمكانة، من حيث القهر والمكانة، لا من حاكم، حاكم حاكم حاكمهم قاهرهم، لا من حيث العلو والمكان، لأن فوق المكان، مكان يعني القيمة، قدر، قيمة، قيمة يعني. نعم. تأويل هذا تحت تأويل هذا مذهب الخلف، مذهب الخلف هذا. ها؟ مثال لمذهب الخلف. نعم. السلف يقولون عن هذا أنه أيضا تفويض وتنزيه. السلف يسكتون، لا يتكلمون، يقول الله يعلم ما هو المعنى، لكن ينزهون الله عن المكان وكذا، لكن لا يقولون معنى الفوقية قهر، يسكتون، يقولون الله يعلم، لكن مع التنزيه. أما أصدقاؤك الوهابية ماذا يؤولون؟ يفوضون، نعم يفوضون، يقولون الله أعلم، الله أعلم بالكيفية،
أما يعرفونهم الحقيقة، الحقيقة الله فوق، يعني فوق، يعني هناك أبدا. لا يوجد في السلف من يقول هذا. ها؟ أبدا. هم يقولون، الوهابية يقولون له يد حقيقية، أما يعني يد حقيقية يعني جسم، جسم لكن لا نعرف شكلها، لا شك ليست كيدنا، يعني أكبر أجمل، لا نعلم الكيفية، أما هي يد جسم. لاحظ، أما أهل السنة الذين يفوضون، يفوضون حقيقة المعنى مع تنزيهه عن الجسمية، يقول لا نعلم لكن ليس جسما. أما لا يقولون لا نعلم، ممكن جسم ممكن، هذا لا يوجد تنزيه. لو قلت لا نعلم، ممكن جسم ممكن ليس جسم، هذا لا يوجد تنزيه. لذلك اشترط التفويض مع التنزيه. نعم. فالله ليس فوق بمعنى فوق، لأن كون الشيء فوق ليس مدح. هذا يعني أنت تسكن في الطابق الأول، أنا في الثاني، يعني أنا أحسن منك، هذا لا تمدح. يوجد بعض الناس يعيش مع الطيور في أعلى البناء، تمام، يعني هذا له قيمة. ووزير يعيش في الطابق الأول، لا علاقة فوق، يعني والله له قيمة. إذ لا تمدح فيه، يعني في العلو المكاني. إذ الحارس قد يكون فوق السلطان في المكان، الحارس يقف فوقه ليس تحته، هل تقول الحارس يعني أعلى قيمة؟ نعم. وطريقة السلف أسلم من الوقوع في تأويل لا يكون مرادا، وطريقة الخلف أحكم. أحكم من أي باب؟ يعني من أجل حتى لا تلتبس رحمة بعقولنا، رحمة بأنفسنا. لماذا شيخنا؟ لماذا أحكم؟ لأنك لو قلت للعام أنت الله له يد ليست جسما، خذ مذهب السلف، له يد، اعتقد أن له، لكن ليس كمثل شيء، سيبقى يد يضغط عليه هذا المعنى، يد الله له يد ليست، لكن كذا. أما قل له قدرة، قل له يده قدرته، خلاص ريحته من هذا الباب، هي أحكم. يد صفة يعني، تمام. الإنسان انتبه، العالم المتمكن قل له الله له يد صفة معنى، صفة معنى. لاحظ، لا يضغط عليه اللفظ، يعني يد، مرحبا يد، يعني لو اسمها يد، الله سمى صفة العلم علم، لكن ليس كعلمنا. افهم أن يده له صفة يخلق بها اسمها يد، وليست شيئا ولا شكل ولا صورة، صفة معنى. إذا فهمت هذا مرحبا، اتبع مذهب السلف. إذا أصلاً علماؤنا الأشاعرة تحولوا إلى رأي التأويل بالضرورة من ابن فريد رحمه الله تعالى، لأنه في بغداد حصل مشاكل كثيرة في هذه المسائل، لذلك علماء تحولوا إلى. أصلاً يا شيخنا، يعني آخر كلام نقول، التأويل لا بد منه. التأويل لا بد منه. لماذا؟ لأن هذا القرآن أرسل للعرب ولغير العرب، فغير العرب لو ترجموا بالألفاظ بدون تأويل، بدون تفهيم التأويل، أشركوا وجسموا، فكان لابد من التأويل. شكر الله لكم.